سالي، أولى فقراتنا بصباحنا غير لليوم يلي عم نطل على مشاهدينا بمطعم بابليتو. رح نحكي عن العزائم وجمعة العيلة على اللقمة الطيبة يلي هي عنوان هالأيام المباركة يلي عم نعيشها، لكن المشكلة عم بتكون مع الوجبات الكتيرة، وبالتالي أكيد في سعرات حرارية زيادة ممكن نكسبها بوقت قصير. واليوم ضمن مساحتنا الصباحية أريج رح نتعرف سوا كيف ممكن إنه ما نحرم حالنا من اللقمة الطيبة، لكن ضمن شروط صحية بنتعرف عليها مع دكتورة أخصائية التغذية الدكتورة ديانا فلوح. يسعد صباحك وكل عام وانتم بخير. ينعاد عليكم، ينعاد عليك إريج، وكل سنة وانتم سالمين. وانت سالمة ديانا. يعني خلينا نحكي شوي عن أيام العيد، ودايما عم بيكون في عزايم ولمة العيلة وأكلات طيبة أكيد. كيف فينا نقدر نتحكم بهالوضع هاد ونقدر ناكل أكلات طيبة بنفس الوقت نحافظ على حالنا؟ تمام. الحرمان شيء مو يعني ما لازم يكون موجود بأيام العيد، فإذا بنطلع بنقول لا تاكل هالقصة وخفف من هالشغلة أكيد ما حدا حيرد علينا. الاعتدال هو الشيء اللي لازم نساويه بأيام العيد. ممنوع مثلا نطلع من البيت بلا فطور، هي الشغلة الوحيدة يلي أساسية لازم تكون بأيام العيد، لأنه منطلع بلا فطور أريج رح تسبب لنا كتير من المشاكل، ورح تخلينا ناكل كميات كتير أكبر، سواء كان عنا عزيمة على الغداء أو على العشاء، أو رح على حساب الحلويات يلي ممكن تتقدم بالزيارات. منقول ما فطرنا، يلا منعود شوي. للأسف شو ما أكلنا خلال النهار، وإذا نحن مو فطرانين هذا الشيء رح يسبب لنا حالة من الجوع مستمرة خلال فترة النهار. لذلك النصيحة الذهبية هي أولا الاعتدال، ثانيا أنه ناخد وجبة الفطور بكل أيام العيد. نحن لسه عنا اليوم وبكرة، لازم ننتبه كتير لهذا الموضوع، ودايما نطلع من البيت فطرانين شبعانين، مشان شو ما كان في خيار تاني نحن ناكل منه باعتدال. خاصة يمكن وقت العزيمة الغداء الواحد بيقول، وفي كتير أشخاص بيقولوا لا ما بدنا نفطر لأنه في عنا غداء. تماما. المشكلة بوجبة الغداء اللي بيكون فيها عزيمة، سواء ببيت أو بمطعم أو بوفيه مفتوحة مثلا، هذا شيء عم بيخلينا نجهز حالنا نفسيا. في أشخاص بتضل قبل 3 أيام ما بتاكل في عزيمة، هذا شيء كتير غلط. لازم ننتبه لهي النقطة، بأنه أول شيء ناخذ وجبة الفطور، حتى بين الفطور والغداء يفضل انه يكون في سناك نوع من الفواكه. بايام العيد بجوز تكون صعبه هالقصه انه ناخذ قطعه فواكه، بجوز تقطع لقطعه معمول او شيء من كعك العيد، بس اكيد نوصل لوجبه الغداء نحن ما عندنا حاله من الجوع الشديد. هذا رح يخلي خياراتنا صحيه، رح نعرف نختار مثل ما رح نقدم اليوم للمشاهدين نصائح ضمن وجبه الغداء يلي بتكون بايام العيد. نعم، يعني خلينا نحكي دكتورة شوي، بأيام العيد بيصير تنوع على السفرة، يعني بيكون بدل الطبق الواحد عدة أطباق، وبعدها بيجي الدسر والحلو، فشو الأخطاء يلي أحياناً كتير منا بيقع فيها؟ ممكن يأكل من كل شيء بس أحياناً بيأكل يعني لحد التخمة، قديش هذا الشيء غلط؟ رح نقدم بهذا الخصوص سالي كتير من النصائح، نصائح نفسية أول شيء. لما نحن بيكون في عنا قائمة من الأطعمة متنوعة مثل البوفيه المفتوحة يلي بتكتر بأيام العيد وحتى بغير أيام العيد، لذلك النصيحة الأولى لأخصائيين نفسيين مرشدين نفسيين بيقولوا لك إنه بعدي قدر الإمكان عن طاولة يلي إذا فيكي تختاري مقعدك طبعا يكون بعيد قدر الإمكان عن طاولة تقديم الأكل. هاي النصيحة الأولى. النصيحة الثانية إنه إحنا ندور ظهرنا، ما نشوف الأكل باستمرار، لأنه هذا الشيء رح يخلينا دائما مشتيين للشغلات الموجودة عليها، بدنا نقوم نسكب مرة ثانية وثالثة. يمكن لما بدنا نختار أي شيء من قائمة الطعام يلي فيها أطباق منوعة، ممكن تلاقي من السلطات بار كامل، ممكن تلاقي من الأطباق الرئيسية طاولة كاملة، نفس الشيء للحلويات ونفس الشيء للعصائر. لذلك لازم أول شيء دائما بنقول بالشام العين تشبع، فنحن نلقي نظرة عامة على كل شيء موجود لحتى نبلش باختيارات صحية. نختار مثلا في شيء نحن مشتينه حتى لو ما كان صحي، نتبع دائما قاعدة الامتين من أي شيء نحن مشتينه. بس طبعا يعني هلا بدنا نحكي تغذية شوي، يفضل انه نحن نتخيل صحننا الكامل مقسوم لأربع أقسام، نص كامل منهم فيه السلطات يلي ما لازم دائما نعتبرها خيار صحي، لأنه السلطات ممكن إذا كان فيها صلصات كتيرة، صلصات عالية بالدسم
المايونيز وغيرها، او حتى فيها نشويات مثل الباستا او المعكرونه، فهي رح تسبب لنا زياده بالوزن، وهذا الشيء مو مرغوب ابدا بايام العيد. فلازم دائما نختار الاوراق اللي فيها الخضراء، السلطات اللي فيها صلصات الليمون او الخل، لانه شيء ممكن يعبي المعده، ممكن يساعدنا ما نكسب سعرات حراريه زياده. بالنسبه للاطباق الرئيسيه، دائما نحن قسمنا صحننا لنص فيه سلطات، النص الثاني بدنا نقسمه ربعين، ربع فيه صحن. هذا الصحن الوحيد ما بدنا نعمل اكثر من صحن، او ممكن نحن نعمل صحن السلطه نصبه نرجع ناكل بعدها نقوم للطبق الرئيسي يلي لازم يكون فيه حصه من البروتين، اللحم، الدجاج، او حتى الحبش والسمك اذا كانوا موجودين على قائمه الاطعمه، وكمان بده يكون فيها حصه من النشويات يلي ممكن تكون الرز او البطاطا او المعكرونه. بس دائما يعني اذا اشتهينا اكثر من نوع، لانه ممكن تشوفي حتى بالبيوت مثلا نوعين فريكه ورز، نتبع دائما قاعده الامتين حتى ما يصير في سعرات حراريه زياده وكميه من دهون وازعاجات زياده بايام العيد. يعني ديانا، اذا انوضعنا ضمن سفره فيها اطباق متعدده، وخاصه اذا كانت العزيمه من الاقارب والاهل، بيصيروا انه حابين انه لا دوقي هي وتشوفي هي كيف طالعه مع وكيف طيبتها وهيك، فانه اوقات بتخجلي تمام. يعني بتضطري انك تاكلي انه زياده عن حدك. لهون كيف الواحد بيقدر يتعامل مع الموضوع وخاصه مع الحلويات اللي صحيح. بعد الاكل بخصوص الوجبه الرئيسيه، يعني يفضل اذا فيها سلطات حتى ما يصير في نوع من الاحراج بالعزاء يميلي بتكون ضمن البيت، انه نحن نعبي صحننا قدر الامكان من السلطه. السلطات يعني الموجوده بالبيوت اغلبها سلطاتنا الشرقيه، جرجير، الفتوش، التبوله، فاذا هون ماشي الحال. بس لما بتصير تكثر السلطات مثل اللي فيها صلصات المايونيز، بغض النظر عن اسمها التجاريه، فاكيد نحن لازم نبعد عنها او ما نكثر منها اذا كانت هي الخيار الوحيد. فنحن انه نصب صحن كبير من السلطه رح يتيح لنا وقت نشبع بشكل ياخذ وقته، لانه بتقلك الدراسات الحديثه انه بدنا 20 دقيقه اكيد لحتى توصل يعني حس الشبع من الدماغ للمعده وحتى نحس بشعور الشبع. لذلك السلطه او الكميه الكبيره ممكن من يستهلك وقت تماما. اذا اخذ وقت منيح فهذا شيء رح يساعدنا ويساعد كل الاشخاص يلي عم يتناول وجبه الغداء انه يمرقوا وقت ليوصلوا للطبق الرئيسي يلي هن بشكل اوتوماتيكي ما بقى يحسوا بالرغبه الشديده لتناول اكثر من شيء على الطبق الرئيسي، يعني ممكن يكون فيه رز، ممكن يكون فيه معكرونه، ممكن يكون حتى فيه اشياء مقليه، فلازم ننتبه كثير لهي القصص، وكمان نصب شوي ونقول لهم انه رح نرجع نصب مره ثانيه حتى ما يصير في اصرار شديد وناكل على مهل. قاعده تناول الطعام ببطء هي اكثر قاعده ممكن يعني تنفع مع الاشخاص يلي عم يتبعوا حميه لتنزيل الوزن، وللاشخاص يلي بيكونوا معزومين ببيوت. كيف الطريقه بتفضليها تكون يعني؟ الطريقه هي انه نحن نعطي مجال للجسم انه يستهلك الطعام ببطء، دائما نسبق تناول الطعام بكاستين من المي، ممكن تساعدنا على اخذ حيز من المعده حتى تعبى، تساعد على الهضم. المي قبل الاكل، مع الاكل، او حتى بعد الاكل هي شيء ممكن يساعد على زياده الهضم، ما نخاف من تمدد العصارات الشيء اللي دائما شائع. بالاضافه لتحسين نوعيه الغذاء اللي عم نتناوله، اذا في الياف مع المي رح يصير في هضم اسرع، وبالتالي ممكن تساعد الاشخاص يلي حابين ينزلوا وزنهم انه ينزل وزن اكثر. بما انه نحن دكتور عم نحكي عن العادات الصحيه تمام. وعلى الاكل الصحي، رح ننتقل لموضوع الاطفال بالعيد والاكلات تمام. يلي ممكن يصير فيها تخبيص، يعني غير اكل البيت ممكن في بالشارع عصير ووجبات سريعه، وجبات السريعه، هدول القصص يلي تمام. بالعيد يمكن بيستغل الطفل هذا الشيء انه خلص انت روح اعمل بدك، ممكن ما يكون في رقابه حتى سالي من تمام. الاهل تمام. يختاروا خيارات صحيه. هلا بدنا نحكي عن الاطفال يلي بتغريهم شغلات الملونه يلي بتكون محفوظه باغلفه ملونه، هي اذا كانت مكشوفه للاسف سيئه جدا، لانه عم تتعرض لكثير من العوامل الخارجيه يلي بتاثر سلبا على الطفل. اما اذا كانت مغلفه فهي بتحتوي على سعرات حراريه كثيره جايه من السكر ومن الدهون، اذا كان شيء مقلي او خلينا نقول مكشوف. لذلك الاطفال يفضل انه نحن العيديه
تخبي لهم يعني. حتى ما يصير في خيارات او يكون في مسؤوليه من رقابه من قبل الاهل حتى ما يصير في خيارات. عم يتركوا الغداء ويروحوا يفطروا يعني 100% او بيوصلوا للغداء هن شبعانين لانه اكلين شاورما او فلافل او غيرها مع الاصحاب. للاسف هي الاطعمه يعني ذكرنا حكينا بهذا الموضوع انه ممكن تكون تحتوي على دهون عاليه جايه من المايونيز او من قصص تانية بتكون. وغير هيك من ناحيه السلامه الغذائيه هي اكلات كريتيك او حاده لازم ينتبه الاهل اكيد لانه الطفل ما رح يعرف انه هذا الاكل ممكن يكون فاسد نتيجه التفريز وفك التفريز يلي بيصير بالمطاعم حتى ما ضروري بس بالمحلات السناكات. لذلك يفضل انه نحن كمان الطفل مثل الشخص الكبير نكون مفطرينه نكون عاطينه قطعه فواكه او حتى قطعه من معمول العيد اكيد حتى ما يشتهي ويوصل لوجبة الغداء ما عنده جوع شديد. يعني دائما رح يكون في خروج عن المألوف دائما رح يكون في أكلات طيبة الشوكولا يعني يكون معنا قطعة من الشوكولا خلينا نقول الداكنة خيار صحي نعود الطفل عليها من وجوده بالبيت انه هذا شيء انت رح يكون موجود عندك ما في داعي تشتري من برا او اذا اشتريت يعني هذا شيء يفضل انه ما يكون من الأغذية يلي بتعمل مشكلة معوية او ممكن تسبب اسهالات او حتى اخيار عند الأطفال هالفئة الحساسة. تماما جانا انت دايما بتركزي ضمن كلامك ونصايحك على عدم الحرمان. بالمقابل فينا نستبدل بعض الأصناف وبعض الأطعمة بأصناف ممكن تكون مفيدة. شو هي الأصناف يلي يفضل انه نبتعد عنها بالسفر اليوم بالأيام المباركة؟ ما رح نبعد عن شيء أريج لأنه نحن ننطر أيام العيد بصراحة لحتى نطلع شوي عن المألوف. فأكيد بده يكون بالسفر العادية مثلا كنا بمطعم بده يكون في السلطات بده يكون في الأطباق الرئيسية. يعني إذا شخص مشتهي دائما بدنا ناكل شيء مو موجود بالبيت لأنه أيام العيد هي فرصة لحتى ناكل هالقصص. بس دائما نختار الوجبات الصحية ونبلش دائما بالأطعمة يلي ممكن تاخد حيز من المعدة. أطعمة صحية والسلطات هي الخيار الأمثل. إذا أكلنا ما فيها سعرات حرارية جاية من الصوص الكريمي أو المايونيز بالإضافة للباستا يلي قلنا أنه لازم نخليها للوجبة الرئيسية. لما بنجي للوجبة الرئيسية دائما يكون في تناسق يعني ما ضروري نحن نختار الشيء اللي كتير معجوق أو أكلات السمك اللي فيها الصوص اللي ما بنعرف شو اسمه حتى ما فينا نلفظ اسمه. دايما نختار الصلصات البسيطة أكلة الدجاج اللي بتكون فيها الصوص كمان المشبعة أو مقلية هي شغلات أنا دايما بنصح أنه نحن ما ناخدها وممكن ناخد قطعة صغيرة منها عفوا صح بلا ما تسبب لنا أي مشاكل على المدى البعيد. نعم يعني دكتورة كمان خلينا نحكي دائما يعني مشاهدينا بيقولوا شلون انه فينا ناخذ نحن خمس وجبات وما نسمن. دائما نحكي انه في خمس وجبات وبين الوجبات في سناك خفيف. خلينا نحكي كيف فينا ننسق حتى لافراد العائله بالبيت كيف فينا ننسق بيناتهم وكيف انه بنوصل للعشاء احيانا يمكن ما يتعشوا يعني. تمام ما في وجبه باهميه وجبه سالي يعني وجبات الفطور بأهمية وجبات الغداء بأهمية وجبة العشاء. يعني الأشخاص اللي بتقلك نحن وصلنا لوجبة الفطور ما عنا أي شعور بالجوع لا نحن بننصحهم أنهم ياخدوا شيء خفيف أكيد بس هذا بيكون بتنظيم من بداية ساعات النهار يلي بيكون فيها وجبة فطور بتحتوي على كافة العناصر الغذائية. للأسف ممكن نلجأ بأيام العيد لأنه ناخد الكورنفليكس مع الحليب أو كتير من القصص السريعة التحضير. فطورنا الشرقي ووجباتنا الحواضر اللي نحن بنسميها باللغة العامية هي الأفضل هي اللي بتعطينا شعور بالشبع لفترة طويلة وممكن تضاينا خاصة بأيام العيد. السناكات اللي كنتي عم تذكريها سالي هي سناكات صحية إذا كانت من الفواكه أو حتى من العصائر وجبة غدا معتدلة مثل ما كنا عم نحكي. وجبة العشاء نحن ممكن بهالأيام اللي فيها البطيخ ناكل وجبة البطيخ والجبنة أو سلطة الفواكه اللي ممكن نطلب من المطعم إذا كنا عم ناخدها بمطعم إنه ما يكون فيها إضافات مثل القشطة أو البوزة أو يعني الحليب المكثف المحلى. فهي كمان تعتبر خيار لوجبة مناسبة بهالأيام نحن كنا خارج المنزل أو أطباق السلطات يلي ممكن كمان تكون خيار صحي.
يعني اليوم بنهاية حديثنا معك ديانا، شو بتحبي توجهي النصائح بشكل عام اليوم لكل الأشخاص اللي عم يكونوا ضمن أيام أجواء العيد وضمن شوية عزايم؟ تمام، النصيحة يلي بلشنا حديثنا فيها نفسها من عيد ريج، أهم شيء الاعتدال، الاعتدال بتناول أي شيء. الحرمان هو شيء ممنوع وما رح نجيب سيرته أبدا بهالأيام. إذا بدنا ناكل بأي عزيمة سواء كانت بوفيه مفتوح أو بمطعم أو حتى بالمنزل، يفضل أنه نحن دائما نملي صحوننا من السلطات ونسبق وجباتنا دائما بتناول الماء المشروب الأفضل. ما ننسى بهالأيام يلي حتى فيها حر زيادة أنه نحن نشرب كفايتنا من المي بناء على كل شخص، وأكيد نمارس الرياضة كل ما صحت لنا سواء بركن السيارة بمكان بعيد أو نستخدم الدرج دائما بدل الأسانسير أو نمارس أي نشاط ما ضروري غير بس القعدة بالمطاعم. وحلويات العيد هي شيء ممكن نتناوله بين قطعة لقطعتين حتى ما يصير في تجاوز بالسعرات الحرارية بالدهون وأكيد بالسكريات. ما بدنا نشكر وجودك معنا، وشكرا للنصايح اللي قدمتيها، وبنتمنى لجميع اللي هلا على العيد عم ياكلوا اكلات طيبه هيك يكون ما تجعون معدتهم ابدا بعد هذه النصائح. ان شاء الله اكيد. شكراً. بدي عيدك سالي وقريش، ينعاد عليكم وعلى كل مشاهدين الاخباريه، ان شاء الله بتمرق ايام هالعيد بصحه على الجميع وخير وبركه. ان شاء الله رب. شكرا لك اخصائيه التغذيه جانب.